وسؤال حلقتنا كان بيقول: طبعا اول تعليق معانا بيقول بتاع منقول من وجهة نظري رونالدو بيستحق الكرة الذهبية. احمد ابو النور بيقول لا ولا صلاح حتى هيحصل عليها. احمد ابو النور قال لا ولا صلاح هيحصل عليها. طبعا هو بيتكلم على كريستيانو رونالدو برناردو سيلفا، هل بعد الانجاز اللي هم حققوه هل هيحصلوا على الكره الذهبيه ولا لا؟ بيقول ان حتى محمد صلاح مش هيحصل عليها. احمد راشد بيقول اكيد برناردو سيلفا. مصطفى علي هاشم بيقول اتوقع ان يفوز بيها محمد صلاح في حاله فوزه مع منتخب مصر بكاس امم افريقيا. وبعد ما تعرفنا معاكم على تويتاتكم وارائكم طبعا على سؤال حلقتنا